وبشرفني يكون معايا في توة الغلابة وفي توة الفلاحين الأستاذ طارق خليل مذيع برنامج فلاح ومسؤول براحة مسافة. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب، والله الفلاحين غلابة. يعني إحنا بنحاول يعني قدر المستطاع أنا قلت لحضرتك نجيب لهم حقهم، ولما يجي حقهم في مصر البلد بحاجة جميلة أوي. طيب خليني، أنا عارف إن حضرتك عايز تقول كلام مهم وحب للفلاحين، بس خليني أقول لحضرتك عشان محمد سامي ينجح في بكل جراء، وعشان طارق خليل ينجح في فلاح ومسؤول، وعشان مذيعنا زملائي في كل مكان هنا في مصر البلد يعملوا نتائج بجد مفيدة لكل مشاهدينا، كان لازم عندنا رئيس مجلس إدارة بيدينا مساحة من الحرية، مساحة إن احنا طلباتنا كلها تبقى مجابة، مدينا مساحة إن احنا بنتصرف بحب ومفيش حاجة اسمها سقف لمشاكل المواطن. المواطن سقفه مفتوح، قول مشكلتك ايا كان حجمها، ايا كانت مع مين، ايا كانت مع اي مسؤول، اتكلموا بحرية. فدي شهادة حق انا بديها لك، انت فعلا واقف جنب مذيعين كتير، واقف جنبنا كلنا في برامجنا هنا يا استاذ خالد. لا يا محمد بيه، بص اقول لسيادتك حاجة، انتوا ناس بتقدموا عمل كويس، لازم ابقى جنبكم، لان كنتوا يعني ايه زي ما بيقولوا كده انتوا الحق. صحيح. وطالما بنجيبوا حقوق الناس لازم نقف نساند. وانت يا محمد بيه بجد يعني برنامجك مميز، وطارق بيه راجل برنامجه مميز بجد، بيقف جنب الفلاح بجد، بيعاوز يعمل حاجه يعني على قد ما بيقدر، عاوز يجيب حق الفلاح. لازم نقف جنب طارق بيه، لازم نسانده بجد، طالما بيجيب حقوق الناس بيبص يعني الانسان الفلاح لما بيته بينهد او ارضه بتتاخد، لما بيحاول طارق بيه من خلال برنامجه الجميل بحاول يرجعه، وانا ببقى سعيد جدا وبقى جنب منه جنب اللي جنب كمان. صحيح. وانت يا محمد بيه برنامجك بكل جراءة بجد برنامجك جميل، وانا معجب بيه جدا لانك انت بجد انسان كويس، لما بتقف تقول للمسؤول لا. صحيح. انا جنب الانسان البسيط. صحيح. انا مش بكلم عشان هو مسؤول، او انا عشان امضي منه ورقة، او انا بيخلص لي مصلحة، لا، انا جنب مين؟ جنب المواطن. جنب المواطن الغلبان. صحيح. دي انا ببقى سعيد بيها ولمسها بجد يعني، عشان كده انا بحييك وبحيي طارق بيه وبحيي كل مذيع اشتغل معانا في قناه مصر بلد بجد، انا ببقى مبسوط. وبعدين ده يا جماعه ده مكانكم، ده المنبر بتاعكم. الحمد لله. ومش عارف اقول لك ايه تاني. انا ما قلتش غير الكلمه دي، ناخد منها واسمح لنا زميلي الاستاذ طارق خليل نقول لكل مشاهد مصري، كل مشاهد عربي، كل وطني حر شريف بيخاف على البلد دي، بنقول له للجيش المصري، للشرطة المصرية، للكنيسة وللجامعة، للكبير والصغير، للست والراجل، بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول للحكومة فرد فرد وكل مسؤول بيراعي ربنا في أهل البلد دي، بقول له كل سنة وحضرتك طيب. الساعة دلوقتي 12، دخلنا في سنة جديدة 2018، كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا. كل سنة وانت طيب. ودايما في خير يا رب وسعادة. يا رب. ناخد اتصال بس تليفوني ونرجع بقى نكمل كلامنا. معايا اتصال تليفوني، مين؟ الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. والله يا استاذ محمد انتم منورين شاشة قناة مصر البلد، والاستاذ طارق خليل طبعا، وخالد بيه كمان رئيس مجلس ادارة قناة مصر البلد، احنا بنقول له كل سنة وحضراتكم طيبين كلكم، وحاجة مشرفة جدا جدا جدا، واحنا سعداء بان قناة مصر البلد القناة الوحيدة اللي بتعمل على المواطن البسيط في الشارع المصري. صحيح. احنا بنحيي الاستاذ خالد كمال، وبنحيي الاستاذ طارق خليل، وطبعا سيادتك محمد بيه، استاذ محمد سامي طبعا، انتوا معروفين طبعا بخدماتكم الكتيرة، ويا رب تكون سنة سعيدة على قناة مصر البلد كلها ورئيس مجلس ادارتها، وبحيي المهندس مصطفى كمال طبعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكرك جدا، كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة عليك وعلى أسرتك وعلى كل اللي بيشوفونا. ربنا يبارك فيك يا محمد بيه، وأنا سعيد والله، لأن دي شاشة جميلة جدا جدا جدا، وبتسعد كل مواطن مصري فقير وغلبان، لأن القناة دي بتاعت الفقراء والغلابة واللي عندهم مشاكل بس. إحنا بشكرك طبعا للمرة، إحنا مش بس من كلمتك واضيف ليها سطر كمان، مشاهدي مصر البلد لهم غلابة ولا هم فقراء، هم أغنياء، أغنياء بصدقهم إن هيقدروا يخلي بلدهم قد الدنيا، أغنياء بكلمة الحق، أغنياء بإيمانهم وحبهم لوطنهم الشديد. ما عندناش، يمكن عندنا ظروف اقتصادية شوية صعبة، ولكن إحنا أغنياء بجد، أغنياء. إحنا ده اللي بنشوفه على أرض الواقع من حضراتكم، بنشوف
المفروض ان انتوا بتنزلوا كل قريه وبتنزلوا كل مدينه وبتنزلوا كل حد لحد عنده مشكله. الحمد لله رب العالمين لغايه النهارده احنا بنشوف ان مفيش مشكله مصر بلد بتنتهي الا لما بتجيب نهايه حلها ان شاء الله. ودي حاجه جميله جدا ما بنشوفهاش في اي شاشه ثانيه. ربنا يقدركم يا رب وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وتفوق للمدينه بالتفوق ان شاء الله. بشكرك جدا جدا على اتصالك. استاذ طارق اسمح لي بشكرك يا فندم. الفلاح وهو في الارض، واستاذ خالد طبعا يشاركني الحكايه دي، الفلاح وهو في الارض وفي الحاره وفي النجح بيبقى اخر حاجه يتصورها ان وزير يسمعه، ان مذيع يسمعه، ان قناه تطلع مشكلته. انت طول الوقت بلاقيك في حاره وفي شارع وفي نجح وجوه ناس مستحيل مستحيل كان صوتهم يطلع. قول لي قدرت تعمل المعادله دي ازاي؟ معادله هوصل لوزير الزراعه نفسه ورئيس الوزراء، اوصل للراجل الفقير الفلاح البسيط وابقى في النص احل مشكله ده والفت نظر ده ان عندك هنا في مشكله وفي فساد. في تعمل ده ازاي؟ احنا الاول بالنسبه للمنظومه الجميله في مصر البلد، الاول انا عاوز اشكر المهندس مصطفى كمال العضو المنتدب، العضو المنتدب لمصر البلد. ما لا اشكر الناس لا اشكر الله. ليه؟ المهندس مصطفى كمال ادانا مساحه جميله جدا للحوار. تبنينا في البرنامج ان احنا ما بدانا نتكلم، بدانا نقول ايه؟ احنا صوت الفلاح. صحيح. ان احنا اللي يعني ننحاز للفلاح. مظبوط. الفلاح هو المعادله، الضعيف في المعادله. الفلاح لما قامت الثوره كانت كل الناس بتعمل اعتصامات وضربات في الشارع، الوحيد اللي كان بيروح الغيط ويشتغل والشمس تضرب دماغه وروح اخر النهار وراضي. ما بقولش انا عاوز لا يرصفوا لي الطريق ولا ولا ولا، انا راضي. بس كل المطلوب منه يوفروا لي الكاوي، يوفروا لي ادوات عشان اشتغل. فده بيدينا قوه علشان بعد فضل الله ان احنا نقف قدام المسؤول ونتكلم بقلب جامد. لازم تحل في اطار من الموضوعيه وحسن التعامل مع المسؤول. لما بروح لوزير، جميع وزراء الزراعه اللي كانوا موجودين وتولوا وزاره الزراعه على علاقه صداقه ومحبه بينه وبينهم، اتكلف معاهم بس الاختلاف الموضوعي. بروح اقول له حق الفلاح وبقول له اعتبرني انا الكشاف اللي بنور لك في الحته الضلمه. صحيح. في منهم بيتفهم كده، في ما يتفهمش. صحيح. انا ما تفهمش دي مشكلته. لكن انا في الاول وفي الاخر انا بدور على الفلاح. الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنه 2014 في اخر عيد للفلاح قال ان التعداد الرسمي في 2014 عدد من يمتهن مهنه الزراعه بصوره مباشره او غير مباشره 52 مليون، يعني احنا اغلبيه. يعني ال 52 مليون احنا اغلبيه. انا بمثل قطاع كبير جدا جدا ومهمش. مين يقدر يبقى في البيت عنده ما يقدرش ياكل خضار؟ والخضار ده جاي من الفلاح. لا، وانت بيني وبينك بعد التعداد اللي انت قلته ده انا قررت برنامج بكل جرايه باسمه فلاح ومسؤول، لان هو كده احنا محتاجين نقف جنب الفلاح اكتر من كده. اسمحوا لي اخد اتصال تليفوني زميلنا راضي لحوتي الرجل المحترم. برحب بحضرتك واهلا بيك على قناه مصر البلد، قناتك اللي حضرتك بتشرفنا بيها دايما، فبقول لك اهلا وسهلا بيك كل سنه وانت طيب. وانت طيب استاذ محمد، ربنا يكرمك حبيبي. استاذ طارق حبيب قلبي طبعا، ربنا يخليك يا شيخ. استاذ خالد استاذي وحبيبي ورئيس قناه مصر البلد، اهلا وسهلا يا شيخ. وانا بشكر استاذ مصطفى، ربنا بصراحه انا يعني كان نفسي نبقى معاكم دلوقتي زي السنه اللي فاتت، لكن حصل ظروف كده يعني طارئه، فما جيتش بصراحه. طيب اسمح لنا بما انك ما جيتش وكان نفسنا تبقى موجود، لان انت وجودك معانا بيرسم البهجه جوه قلوبنا والله يا يعني شيخ راضي. اسمح لنا، قناه مصر البلد قدمت شهاده تقدير لحضرتك وقدمت شهاده تقدير لاعمالك الجميله، وبنقدم لك تاني الشكر، كل الشكر اللي وقوفك جنب كل مشاهدي مصر البلد. فاسمح لنا على الهواء مباشره نقول لك الف مليون مبروك حصول على شهادة تقدير لبرنامجك المحترم. ربنا يكرمك، ده شرف ليا يا استاذ محمد. وطبعا انت يا استاذ محمد صراحه يعني علامه مشرفه صراحه لقناه مصر البلد. يا رب يخليك. استاذ طارق خليل يعني استاذي ومعلمي واخويا. ربنا يخليك. العفو العفو. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. بشكرك جدا. وحضرتك طيب، بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيب. خليني اقول لك يا استاذ طارق، مع احترامي الشديد ليك، انا كنت باخد منك ان انتوا اغلبيه مفيش مشكله. اصل ما عندناش قناه بجد ومجلس اداره محترم يدعم طارق خليل ومحمد سامي مع حفظ الالقاب، يعني في ان احنا نواجه المسؤول وما نخافش، يعني ما نقول الحق ولو هو الدفعه دي احنا واخدينها منهم، تنكر؟ لا.
طب انا خليني اقول حاجه. اتفضل. انا مش مجامله عشان استاذ خالد او المهندس مصطفى كمال. من يوم ما ابتدينا البرنامج ده, برنامج فلاح مشهور, ما تدخلوش في حاجه, ما تدخلوش في السياسه التحريريه. صحيح. ما قالوليش ده ابيض ولا اسود ولا اي حاجه, هما متفقين معايا على حاجه, اشتغل بما يملي عليك ضميرك, وطالما بتشتغل احنا معاك وانت بتطبق مزاج الشرف الاعلامي. تمام. ولا وفي حاجه تاني, ببقى انا عارف وانا شغال في ضغوط عليهم, في ضغوط جامده عليهم من جهات كتيره, والفاسدين كثر وبيضغطوا عليهم. انا كنت مشفق على المهندس مصطفى كمال, كنت في اوقات ايام الوزير اللي اتحبس كان صلاح هلال, كنا انا كنت كان في ضغوط رهيبه عليه, عمره ما رفع سماعه عليا وقال لي خف. مصطفى كمال يا جماعه برضه بصراحه يعني كلمه الحق, مهندس مصطفى كمال وقف معانا كلنا بلا استثناء وقفه البطل. صح. انا بقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صحيح. انا بقول لك المهندس مصطفى كمال ليه فضل بعد الله على برنامج فلاح وعلى طارق في المجال الاعلامي. بصراحه ساندني, ما كان كل اللي انا بعمله عمره ما سالني على حاجه, ما قال لي ده صح وده غلط. انا كان بيوصلني كان كميه ضغوط رهيبه عليه, غيره انا خلاص ده عمل ايه, كان بيقول لي ايه, دوس واجري واجرك على الله ورزقك على الله. لما فتحنا موضوع زي الوزير المحبوس صلاح هلال, القناه الوحيده اللي في مصر اللي اتكلمت ونبهت قبل ما يتحبس بثمان شهور, صلاح هلال, هي كانت قناه مصر البلد وبرنامج فلاح ومسؤول. وسبحان الله بعد ما صلاح هلال اتحبس كل القنوات قعدت تهلل, واحنا التزمنا ميثاق الشرف الاعلامي وقلنا مش من الرجوله ولا من النخوه نحارب واحد مقيد. بس خليني اقول لك على حاجه يا استاذ خالد كمال, وحضرتك شاهد عيان على الحكايه دي. حضرتك في يوم من الايام جيت قلت لنا يا جماعه طالما احنا بنتصرف باحترافيه بمهنيه بما يملي علينا ضميرنا وبما يعني يتماشى مع الاصول, اشتغلوا وقولوا صوت الحق, وصلوا صوت الحق, وما تقلقوش. الجراءه, وفي كل جراءه بقى بيسالك الجراءه دي سببها ايه؟ سببها صوت الحق. انت بتتكلم في واحد فاسد, نقف جنب دول نتصنده ولا نعمل ايه؟ كدورك انت كدور طارق بيه, لا نقف مع معلش يعني معاه مستندات لوزير او مسؤول او صيان او اي حد يكون شغال مخالف, هنقف نمجد فيه ولا بنقف نقول له ستوب اللي انت بتعمله ده غلط, ده مخالف للقانون, ده بيضيع حقوق غيرك. انا كده كده عامه انا طارق بيه, اول حلقتك ما بتبدا انا بقفل تليفوني. انا بقفل تليفوني. ليه بقى؟ كمية تلفونات بتجيلي ربنا اللي يعلم بتجيلي منين. انا الحمد لله سايب تليفونات مفتوح. بص بص طارق ليه بجد, يعني هو بعد حلقته مش قادر اقول لك سين وص وميم وكل الحروف الامجاديه زي ما انت عاوز تقول قول بترن. بس انا دلوقتي ايه, انت ليك حق الرد. المذيع المعترض تعالى يا فندم, انا حضرتك المعترض يعني يعترض ان ما يطلعكش معاه رد. صح. انا هاخد اجراء معاه. مظبوط. اما انت حضرتك دلوقتي انت محترض ليه؟ المعترض ده يبقى عنده هو المشكله, في غلط عنده. صحيح. صح كده؟ صحيح. هل بالله عليكم تسيبه؟ لا لا, حتى كمهنيا ما نرضاهوش, في ضغوط بتيجي. صح. في بنقابل حاجات كتير ضغوط. عارف. بس ما ينفعش ما ينفعش ان انا ما انا سهل جدا اقدر اقول بس المضمون ده طارق بيه خف شويه او اعمل شويه, بس ده هيجي على حق مين؟ حق الانسان البسيط, حق الانسان الغلبان. طبعا كده كده السيد الرئيس مصر العربيه السيد عبد الفتاح السيسي علمنا ان احنا نجيب الحق بكل جراءه, نقف نقول كده غلط كده صح, علمنا ان احنا ما نخافش. لا, وطالما قلت بكل جراءه يبقى الكلام ده مظبوط. بس ما احنا معلش يعني احنا ما عملناش ثوره 25 يناير والثورات دي كلها برضه حيال نخاف. لا طبعا لازم نتقدم, والغلط بنقول عليه غلط والصح بنقول عليه صح. طب استاذ خالد انا عايز اسالك سؤال, هل يا ترى في 2018 هنلاقي دعم ان مثلا في مواطن نفسه يعرض المشكله بالصوت والصوره وحد يروح له لغايه بيته يصور مشكلته؟ هل يا ترى الفتره الجايه كاميرا مصر البلد بتلف في كل شوارع مصر, هنلاقيها في الشوارع وفي الكفور وفي النجوع وجنب الحاجه الست الكبيره اللي نفسها توصل صوتها, جنب البيت اللي صاحب فارد سلطته لانه على علاقه بمهندس الحي ولا على علاقه برئيس الحي, حاجه يعني وجع قلبي يعني يبقى مهندس محترم كده ويعمل علاقه مع مواطن عشان ايه يعني؟ ف
فحضرتك ان شاء الله ده هنلاقيه كاميرات تنزل تصور ونلاقي طول الوقت مصر البلد بتلف في كل شوارع مصر. لا تعليق يا فندم، لا تعليق، لازم لا ده لازم يا فندم. لا ولا ولا لا ولا لا ما انا هرد عندك اللي لا 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 ان احنا متواجدين في الشارع وانا لا لا كل بيت كل بيت برنامج مسؤول. رحنا فين؟ رحنا ابو سمبل على حدود السودان، رحنا المراجده، وزي ما خالد بيه لما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيد لقناه مصر البلد، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتدخل بشخصه لما رحنا مره عرضنا مشكله اهالي المراجده، بعدها بشهرين راح نفس المكان اللي احنا وقفنا صورنا فيه وقلنا وجهنا النداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا ريس هنا في فساد. راح بعديها الرئيس المراجده وحقق كل اللي احنا طالبنا بيه. انا مش ده قصدي يا استاذ. لا ما هو ده في المراجده يعني؟ يعني انت طول الوقت هتسيب حياتك بعد ما احنا بنروح فين؟ انا بقى عايز الكاميرا، لا انا عايز اهالينا في المراجده اي وقت، وطول الوقت عندنا كاميرا مصر البلد جوه المراجده عايشه هناك. لا احنا محتاجين لنا قد يجي 3 4000 كاميرا بقى. لا ما هو ده وجود يا طبعا طبعا. لا احنا ان شاء الله عثمانيين في كده. لا طبعا 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 يا محمد بيه، وبالظبط زي ما طارق بيه قال كاميرتنا موجوده في كل مكان. وانتوا عارفين انا ما بتاخرش على اي كاميرا. صحيح صحيح. يعني في اي مكان هتقول لي معلش اليوم منصور كنت في كفر الشيخ من كام؟ كنا في كفر الشيخ ولغايه المؤتمر. احنا مع الحادثه محمد بيه. صحيح. بس انا طالب من كل انسان يعني حضراتكم انتم يا ريتكم تغطي الحدث بكل مصداقيه. انا ذات نفسي انا بطلب من كل ساده المذيعين ما تجيبوش ضغوط او ما تخافوش. اللي ما بياخدش روح الا ربنا. نعم بالله. يعني انا بقول لكم بوجه لكم رساله، بوجه لكل انسان مجيء معايا في مصر البلد وخارج مصر البلد، مفيش حد بياخد روح الا ربنا. والحقيقه يا جماعه ما تحجبوش على الناس، والحقيقه قولوها للناس بكل مصداقيه. احنا كده احنا دي احنا دي هي دي اللي احنا بنعملها. وده اللي احنا بنعمله. انا لو بنعمله 90% حاليا في 2017 انا عاوز نعدي 100% في 2018. عايزين متواجدين مع الحدث. لا انا متواجدين مع انا عايز اقول لك، اصل انت حضرتك بتقول يا استاذ خالد بتقول لي احنا عايزين لو احنا شغالين بنسبه 90% لا 100%. لا انا كان بيبقى معايا رئيس الحي قاعد معايا رئيس الحي، وفي الحلقه النهارده تاني يوم بطلع له صور سيئه لمنطقه ما في دايرته بطلع اتكلم عنه. فخليني اقول لك احنا ماشيين بالسياسه دي، واخدين كلامك اللي انت بتقوله على اعتبار ان احنا مع المواطن في الاخر. احنا في الاخر مع اللي بيشوفنا وبيتابعنا، ودي كانت رسالتك اللي انت بعتها لنا من خلال المهندس مصطفى كمال او من خلال حضرتك. احنا بنطبق ميثاق الشرف الاعلامي قبل ما كان ينزل. احنا عمرنا ما عرضنا مشكله شخصيه بين مذيع وما بين حد، عمرنا ما هنقبل ان يكون في برنامج لتخليص حقوق بين الناس وبعضها هنا. احنا بتوع الناس، مشاكل الناس، صحه، تعليم، بطاله، زراعه، احنا بنتكلم في ملف مش في مشكله بين اتنين. استاذ خالد لازم نكرم استاذ طارق خليل على دوره. طبعا طبعا ده شرف لينا طبعا. فانا ما يصحش ابدا اكرمه وانت موجود، فاسمح لنا ناخد منك تكريم الاعلام المحترم الخلوق جدا طارق خليل. دي شهاده تقدير يعني نتمنى. لا يعني كان نفسي وانت. لا ما ينفعش. لا خليجي ما اقدرش. شرف طارق. انا شاكر جدا وسعيد جدا ان شهادتك تيجي لي من مصر البلد بيتي. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. اتفضل. توفيق يا فندم. توفيق. خليني اقول لحضراتكم بما ان كل الناس اتقال لها شكرا، شكرا الحقيقيه لازم تتقال للراجل اللي بيدفعنا نعمل الخير، للراجل اللي بيدفعنا نقدم رساله. والله بيبذل مجهود ضخم فينا عشان نطلع لحضراتكم بشكل كويس. بيتكلف مجهود ضخم جدا بعيدا عن اي تكلفات ماديه او مشاكل. بيتعب جدا في الاخر عشان يقول لي محمد خلي بالك من الموضوع الفلاني وقول للناس كذا وحل لهم مشكلتهم وما تسيبهمش. يا محمد في مشكله في المحافظه الفلانيه شوفها لنا. الراجل شغال بجد، شغال علينا كلنا، فربنا يبارك له ونتمنى له يا رب مصر البلد تبقى مصر البلد واحد واثنين وثلاثه وعشره مصر البلد، لان في الاخر ده لحضراتكم. اسمح لي اقول لك الف مليون شكر. ربنا يبارك لك. اسمح لي اقول لك بطريقتي انا استاذ طارق خليل زميلي واستاذي الكبير الف مليون شكر المره الخمسين دي شهاده تقدير مننا. شكرا اخواتك بنقول لك الف مبروك. شكرا حصولك على شهاده التقدير دي وتستاهل اكتر من كده. ربنا يعزك حبيبي. وانا يعني انا انت عارف طارق بيه ومحمد بيه سامي انتوا تعلموا معازكم عندي ازاي. بجد انا بقول يعني انتوا الاثنين طول ما انتوا موجودين في مصر البلد انا بحس ذات نفسي ان انا في امان.
ربنا يخليك. انتوا ناس عظماء يا رب يخليك، وناس بتحاولوا بتجيبوا حقوق الناس، ربنا يخليك، وبتحاولوا برضو تجيبوا حق قناه مصر البلد طبعا، ان ما فيش حد يقدر يجي عليها كده ولا حد يجي عليها كده، لان احنا بنجيب حق الانسان بجد، بنقف جنب الناس بجد. ودي بقى محمد بيسي دي شهاده انا التدير بتاعتي انا، بس انا يعني ايه من المذيع اللامع اللي انا ببقى فخور ان انا بشوفك يا محمد السامي، دي حاجه بسيطه شهاده تقدير، وزيدني الشرف ان انا كرمت بيها محمد. يس هو ده الحمد لله رب العالمين، دي من اغلى شهادات التقدير اللي جاتني. عايز اقول لحضراتكم بفضل الله انا هشتغل واجتهد عشان كل سنه اخد اكبر واغلى شهاده من مصر البلد. اشكرك جدا، ربنا يقدرني وبعد حسن ظنكم. اشكرك جدا يا استاذ طارق. العفو زميلي العزيز، وانا سعيد قوي اني موجود في وسطيكم، بس ايه هاخد منكم بس دقيقه واخطف منكم الكاميرا. نهايه السنه بتاعت 2017 وداخلين على 2018 ببعت تحيه لوالدتي، يعني مهما قعدت اشكرك طول عمري مش هوفيك حقك، وبشكر زوجتي وولادي اللي استحملوني الفتره اللي فاتت، طول النهار بنجري على التقارير وطول النهار في بنجري هنا ومشاكل هنا. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه اللي جايه 2018 كلنا نبقى احسن حال، ويا رب يا امي ربنا يطول في عمرك ويبارك لنا فيكي وتبقي في احسن حال. بشكرك جدا يا استاذ طارق، بشكرك جدا يا استاذ خالد. خليكم معانا، فقراتنا ما انتهتش ومكملين معاكم النهارده في اولى ايام 2018. خليكم معانا فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع.